الصورة بتقول إنك علشان تقدر تصنف أنواع الستات في طريقتين. طريقتين، والاتنين ما بينفعوش، فما تحاولش تفهم حاجة وخليك في حالك. أنا مع الستات بالذات ما بحاولش أفهم، أنا بس بحاول أرصد الأنواع اللي بشوفها في حياتي على قد يعني. أول نوع هنبدأ بيه علشان نفتح نفسنا هي الست الموديل، اسمها كده، دي اللي بتفني ظهرة شبابها في الجري ورا الموضة، طول الوقت على سنجة 10، فول ميك اب، كعب عالي، مفيش في تاريخها أي صورة ليها بشكلها الأصلي أو بطولها الحقيقي، دي اللي بتفكرنا بنجمات الدراما التلفزيونية بتوعنا بقى، اللي بيصحوا يتمطعوا على السرير والروج بيلمع والقصة متستفة بالشعرة. في ناس بتشوف الست دي واحدة شايفة روحها وما بتفكرش غير في نفسها، لا أنا شايف العكس تماما، يمكن هي بتعمل كده علشان خاطرنا، خايفة علينا، مين عارف لو واجهتنا بشكلها الحقيقي هيحصل لنا إيه؟ دي ست بتتعب واللي في جيبها مش ليها، مشكلتها بس إنك على ما تبدأ تتعود على شكلها بتكون غيرت اللوك من الأول خالص، فيعني بتحس معاها بالغربة طول حياتك تقريبا. في طبعا الست العملية، دي عكس المدندشة المتغيرة اللي اتكلمنا عنها دي خالص، بنطلون، تي شيرت، جزمة فلات، كحكة، بتقرقط ضوافرها غالبا، ويوم لما تتدلع بقى تحط كولونيا، مش بيرفيوم، لا كولونيا. دي ميزتها انها خمس دقايق وبتكون جاهزة، بس عيبها انها ساعات بتفكرك بابن خالتك سنة كده فتقفلك شوية، ولما تفكر تفاجئها في يوم رومانسي وتجيب لها ورد وشمع والجو ده، بترمي الورد طبعا علشان بيلم نمل وقرف، وتشيل الشمع في كيسة سمرة وتحطه في الصندرة علشان هنولعه النار هتمسك في الستاير أو العيل هتاكله عشان ريحته برتقان، والجو ده عملية قوي مجرمة. كمان في الست الذكية المستقلة، ست مثقفة، ناجحة، فاهمة، قارية، مستوعبة الأشياء، ميزتها إنها ست يعتمد عليها، شخصية مستقلة تتفشخر بيها في كل القعدات والنقاشات، مشكلتها بقى إنها بتبقى هرشاك دايماً، فما بتعرفش تصيع عليها ولا تحور، ومشكلتها كمان إنها ساعات بتهنج منك عادي، يعني ده عيب الأجهزة الذكية كلها للأسف. في بقى الست الأم، حتى لو ما عندهاش ولاد، كان معانا في الجامعة في بنات كده، أم في نفسها، بتحتوي الكل، بتراقبهم عن بعد، بتخاف عليهم، مستمعة ممتازة، بتاخد قرارات، طبعًا دي مأوى لكل جريح، وأمين سر كل المشاكل العاطفية لصاحبتها، وبتقول حاجات من بتاعة الحجاج من وهي صغيرة، اللي هو ربنا يا ابني يهدي سركم، هي لسه شباب، مشكلتها إنها ساعات بتهرب منها فعلًا بقى وبتأفور شوية، فتلاقيها تبدأ تكلم أمهات أصحابك بجد، أو تدخل لك الفانيلا في الحاجات وأنت ماشي، أم خالص. في عكسها تماما اللي هي الست الكيوت اللي هي طفله في نفسها طول الوقت، برضو بتلبس بينك بس وحاجات بتلمع جليتر بكثافه، حاجاتها عليها قلوب كتير او شخصيات ديزني، ساعات تعمل دفرتين كمان عشان الجو يكمل، بتتكلم بقى زي مرحله الحضانه كنوع من انواع الدلع المرئ، يعني تقول لك انا مش اعرف اكل سمك علشان الشوك، او انت مش سيبني لوحدي وامشي عشان خاف. عكسها بقى الست الراجل، بالمعنى اللطيف على فكره، الست الراجل دي مش الست المسترجله، دي حاجه حلوه يعني اللي هي معاك كده، تحب أفلام المعارك، ليها في الرياضة، تحب تسافر كحرطة، تموت في قعدة القهوة وبولات الكوتشينة، بتاكل أكل ملوث من عربيات سيئة السمعة، بعرفش تهري مع صحباتها زي البنات في العلاقات العاطفية، وأحداث الحلقة 435 من المسلسل التركي، وتاني محل على إيدك الشمال في الدور الثالث من المول، لا 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 دي معانا، دي ست جدا، بس نظام التشغيل نفسه رجالي شوية. وفي بقى الست المنسحقة، دي اللي شعارها في الحياة هو إن الست زي الجلاش، جمالها في ضعفها، فتلاقيها يا حرام موافقة دايماً وما عندهاش أي رأي في أي حاجة، لعب سلبي ممل كده وملوش طعم، بس مضمون وبيجيب جوان، تكنيك غريب في العيشة بصراحة، يخليك مش عارف تحدد حالتك، مرتاح ومتغاظ ومتعاطف ومضحوك عليك ومتورط كده، جلاشة. في الست البوتاجاز، عارف صندوق الشكاوى والمقترحات؟ دي بتبقى من غير مقترحات، شكاوي بس. طبعا دي صاحبة الشعار الكلاسيكي الشهير اللي هو يا ميلة بختي ياني، بيبقى على طول كده معانا في كل حاجة، ده شعار الليلة وكل ليلة، على طول في مقارنة دايما مع القرايب والجيران ومراتات الأصحاب ومراتات الإخوات، بيوتهم، ستايرهم، عربياتهم، جنوط العربيات، عيالهم، المدارس، السجاجيد، أوردراتهم، بوستاتهم على الفيسبوك، مقارنة مقارنة وغلاوية وبوتاجاز ومفيش حاجة بترضيها. الست دي بقى اللي يتجوزها بجد يبقى يا ميلة بخته ياني. في طبعا الست المتفرجة، دي عسل جدا، دي بقى اللي انت تقدر تقنعها بأي حاجة في الكون، بتصدق أي حاجة يا قلب أمها، بريئة خالص، دي اللي بقالها 15 سنة تكلمك تسألك أنت فين، تقولها أنا على الكوبري وربع ساعة وأكون عندك وبتاع، فتقوم هي تسخن الغدا وأنت أساسا في السخنة مع أصحابك مثلا، وكل يوم على كده بقى غلبانة بشكل، وبتضحك على معظم إفهاتك البايخة عشان خايفة يا عيني يكون في إفه حلو هي اللي مش فاهماه. عيبها الوحيد إن قلبتها وحشة قوي، ولو قلبت عليك مرة مش هيجيلك نفس تقول إفه بقيت حياتك. عندك الست المفترية، دي جبارة بقى ما بتتهدش، شخصيتها قوية وصوتها عالي ولسانها أطول من الأوتوستراد، دي دخلت حياتك علشان انت كسلت تحمل الأنتي فيروس بس،
بتخش تسيطر على كل حاجة، تلاقيها ماسكة الميزانية، بتديك مصروفك، تحدد مواعيد النوم والصحيان، أوقات الفسح، أماكنها، الناس اللي هيجوا والناس اللي لأ، تختار لك لبسك، رنة موبايلك، فيلم السهرة، طبعاً هي اللي تمسك الريموت كنترول وتهنج لك كل حاجة. بص من الآخر استسلم، انت حتى لو حلمت مجرد حلم انك تأذيها، بتوع حقوق المرأة هيجوا يمسمروك من ودنك في الحيط، لأن غالباً الستات اللي من النوع ده بيبقوا واصلين. في المواقف اللي زي دي لازم تفكر بره الصندوق عشان احترامك لنفسك، يعني قول لنفسك انك انت ممسكها كل حاجة علشان تسلت ايدك انت وتشتري دماغك وتقعد بيه في نفسك كده. معلش هتقولها كذا مرة قدام المراية، هتحاول هتلاقي نفسك بقيت متصالح وظريف، وبقى خد كيس الزبالة معاك وانت نازل، ما تتكسفش. في بقى الست المثالية، حلم كل شاب، ليا خليط من مميزات كل الانواع اللي فاتت دي، جميلة، جذابة، لطيفة، شيك، ذكية ودمها خفيف، محبوبة ومش حقيقية. مفيش حاجة كده صدقني، لو لقيت واحدة بالمواصفات دي اهرب، لأنها هتبقى غالباً بسم الله الحفيظ مش حقيقية، مش حقيقية يا كبير. Oh my God.